من أنا وصغيرة كل واحد بعائلتي بده ياني أعمل شيء اللي هو بحبه واللي هو بيتمنى يحققه. أمي بدها تحقق أحلامها وطموحاتها من خلالي. ساعة بدي ياني أكون مضيفة الطيران، ساعة بتشوفني محامية لامعة، ساعة ما بعرف شو. يمكن بوقتها كانت عم تركز على شكلي وطولي وعرضي. بي بعكس أمي، بي بيشوفني بوظيفة مضمونة مثل موظفة بنك، معلمة مدرسة، بالمختصر معاش ثابت وأكيد أكيد عريس لقطة. أما خالتي فتوقف الزمن والتاريخ عندها. برأيها كل وحدة مهما درست ومهما اشتغلت آخرتها للبيت والمطبخ والرجال والولاد. وهيك كبرت ورحت على الجامعة، وبالرغم من أني تزوجت بعمر كتير صغير ما كان بدي يكون مثل ما قالت خالتي. وهيك كملت علمي واشتغلت بمجالات مختلفة، كنت دايما حاول حقق ذاتي، وبالرغم من إنجازاتي كنت حس في شيء ضايع مش عم لقيه. واليوم لأول مرة بحس أني عم بعمل الشيء اللي أنا بحبه واللي أنا حاسة أنه هو ناقصني. اخترت الأعلام لأنه بحب الناس وبحب التواصل معهم، وخصوصا عبر الشاشة. هدفي اليوم أني حقق هالحلم، حلمي أنا مش حلمهم هني. في لقائنا الليلة ضيف حامل الريشة بخفة وحرفة. العبرة فيما سيقوله هذا الرجل بعد يوبيل من السنوات الذهبية، على رسمه من رسم ونقده من انتقد، ودخوله في مواجهات مع أهل السياسة والأمن، علما أنه آت من وجهة فنية ومحمل بعدة للرسم وليست للقتل. بيير صادق ابن ما قبل الحرب وفيها وبعدها، كيف اختبر المجتمع السياسي وتمايز الزعماء في تقبلهم فنه، كيف بدت تنقلاته من صحيفة إلى أخرى ومن شاشة إلى شاشة، وما هي أسبابها؟ هل لأن سياسة الأمر الواقع لم توفر فناناً يرسم الواقع باحتراف؟ أم لأن حياته كالريشة يلاعبها فتطير ثم تحط؟ معه الليلة نحكي عن سر شغفه لعقود بالورق والحبر، وعن جرأته كي لا نقول خوفه. أين كان وأين أمس اليوم من الداخل وفي الصميم؟ بداياته، علاقاته برؤساء قلبوا صفحة الجريدة من آخرها ليقرؤوه قبل أن يقرؤوا أخبارهم، كيف نقل الكاريكاتير من الجماد إلى المتحرك، وماذا بعد الشيب والاسم ومدرسة فنية ساهم في تأسيسها. بيير صادق وخبرة عمره. أزمات المنطقة تتفاعل، من الأراضي الفلسطينية والتهديدات الإسرائيلية في أعقاب عملية إيلات إلى مصر والعبء الثقيل الذي خلفه إرث الرئيس المخلوع حسني مبارك في سوريا، حيث الجمعات تتوالى ويبدو أن تظاهرات المعارضة في جمعة بشائر النصر ارتدت طابعاً إعلامياً أكثر منه حشداً جماهيرياً مدعوماً بضغط غربي وصل إلى قمته، إلا أن المجتمع الدولي لم يتمكن من فرض اتفاق في مجلس الأمن ضد دمشق، إذ قابله رفض روسي لدعوات أمريكية أوروبية لتنحي الرئيس بشار الأسد. في مصر أعلن رئيس الحكومة المكلف هشام قنديل أنه سيتقدم بتشكيلته الحكومية اليوم إلى الرئيس محمد مرسي بعد إجراء بعض المشاورات مع بعض الشخصيات المرشحة لمواقع حكومية. إلى الجزائر، حيث طالبت حركة مجتمع السلم الجزائرية بحل البرلمان لتجاوز الأزمة السياسية التي تعصف البلاد وتمنع من تشكيل الحكومة الجديدة. وفي لندن انطلقت دورة الألعاب الأولمبية الصيفية بحضور رسمي ودولي شارك فيه أكثر من 100 شخصية من كبار رجال العالم.